يا عيال حط مباراة برشلونة خلينا نشوف النتيجة كم. يا فقي لا لا يا عيال العالمي يلعب لا أحد يبدل. اي عالمي بس بالترشيح. ما عليك يا كفتة بتفوزون اليوم. لا يا كفتة استمتع استمتع بس السنة الجاية نازلين أولى. قوية قوية عطى إيه حطها في مناطق دفاعات الاتحاد. ترى بتروس يتدخل في الأوب والثاني الله يجيبه والثاني الله يجيبه والثاني الله يجيبه والثاني الله يجيبه والثاني الله يجيبه. يا عيال هذا كفتة ولا ذا؟ أبوك البلشة طف الجهاز. ألو هلا عزوز وينك فيه؟ طيب جايك الحين لا تتحرك. مع السلامة. هلا يا البثارة. ما هو؟ أنت نفسية ترد كذا؟ اخلص علي وش تبي؟ أنا صحيت من النوم حصلت نفسي كفتة. يعني عامر لعاب وكاذب. كلها 48 ساعة وراجع وضعك طبيعي. يعني متى؟ يعني 3 ساعات 4 ساعات. بعدين أحمد ربك من زي شخصيتك ذي؟ أنت الكسبان أنت وجهك. أنت نفسية؟ يا على أسطرك الله يا نفسية أنت نفسية ياوة اللي يعطيك زارين وجه مبزرة وعطناهم وجه عامر ولا ورا ما تنصب موتارك أنصب؟ وش تقصد؟ تنصب الموتر توقف بذا شهر شهرين يجمع به الغبار والله ياهو بيطلع نصب يغادي سكبه. أتحداك الجو البطل. اسمع جهازك شحنه انتهى. عساه ما جاء شيء تابلش المعلك سعد دار. لا ما جاء شيء بس انت شحنه. إلا بسألك وش وضع الكساندر؟ أبشرك زام عليك ساندر يبي يستقبله من المطار. كفو كفو خير إن شاء الله. 20 اتصال ليش؟ سلامات فاضيين أنتم؟ يا بويا عدت يومين ما صار شيء إيش الهرجة؟ عامر صاحبي رجالي شكوش أنا مبسوط كذا خلينا زي ما أنا يا عامر ما عندي مشكلة الموضوع ما يفرق معي بس بشرط تركي يعطيني 1000 ريال لو يبي شخصيتي سنة كاملة عادي. يا أخوي ما تعرف تتكلم أنت من زينك انتو خلقينك. عامر انا اطالب اني ارجع زي ما كنت. ايه الجهاز مع عزوز انا مالي دخل. مسوي نفسك طالع منها يا ابويا كل اللي احنا فيه بسببك انت. هذا هو ناخذين جهازك. انا وش السالفه؟ لكبتني يا عامر رحت استقبلت الرجال من المطار وزعل علي. الكسندر صاحبي رجالي شكوش. يا فقي خليني كذا اصلا ما ابغى ارجع. sit next to them please. ارتحتوا الحين؟ مسوين زحمة والشارع فاضي من زين شخصياتكم الأساسية أصلاً. وراك تسوي بتذا حسبي الله عليك.